السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم على متن هذا الفيديو المتوجه إلى المرقاوية الزبلاوية. المرجو ارتداء حزام السلامة وارتداء السماعات لأن يتم خروج بعض الكلمات النابية الخارجة عن إرادتنا، وشكرا ونتجه مباشرة إلى صوب الموضوع. السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى تعطيونا اللايكات والتعاليق والبارتاج فضلا وليس امرا. وندوزو ديريكتومون الموضوع، اما كاينش اللي كيبرد ليا قلبي اقل الدارجه ديالنا، ما كاينش لا لغه عربيه والو، الدارجه الفصحى باش نعطي القرطاس للبشر على خاطري. جيت نجاوب المرقاويه الزبلاويه اللي كتدعي على انها جمعيه، كان ريحاتي على داك الملف في الجنب ديالها ودوك النضيدرات ديال كيليميني، قالت لك تدافع على حقوق الاطفال، وقالت لها عندنا قنوات منتقده علينا حنا ان احنا شدينا الفلوس. ياك بنت العبد ان نسيتي افكرك حبيبي، كاين الاوديوات ديالك على انك كطلب الفلوس من المحسنين، زائد كطلب الفلوس مع اصحاب القنوات، كنتي باغا تشدي الفلوس في القضيه ديال ايه، كنتي باغا تشدي الفلوس. تحدينا نحطو في الاوديوات، خرجي تحدينا نحطو الاوديو اللي قلتي فيهم، بقيتي كتقولي خاصني الفلوس، حق الام ديالي مريضه وانا خاصني الفلوس. وصلتي مع الحب القنوات بالتفاوض حتى 500 درهم، صيفطوا لي غير 500 درهم. شكون هي صاحبة الكلمة الشهيرة ديال لاباي؟ بغيت لاباي ديالي. هادشي علاش انت شادة معنا الضد، حيت انت كنتي باغا لاباي ديالك وباغا تبروفيتي في آية. انت اللي كدعي على انك تحامي كدافع على حقوق الاطفال وكدافع على الاطفال وكتهمك الطفولة، علاش كنتي باغا تصيفطي آية الاصلاحية؟ حطيتي شكايه باش تصيفطي آية الإصلاحية وتقولي لي ما أنا كندافع على آية والحق ديال آية، علاش ملي دخلت الهيئة ديال كازا ما طلبوا لها ريال لا جوج؟ تحية للهيئة ديال كازا اللي ما طلبوا لها ريال لا جوج، كيدافعوا عن حب وكيدافعوا على ديك البنت عن حرقة. لا أنت قلتي لاباي ديالي وخاصني الفلوس من هاد القضية، وأنا أمي مريضة، أمك مريضة الله يشافيها، ماشي المحسنين اللي غادي يعالجوا لك أمك، وماشي على قبل آية غتخرجي تسعاي بأمك بالميف ديال آية. آية حنا كاملين كنا كنتوقعوا واحد الحكم، خرج الحكم ديال 6 اشهر، كاين استئناف، كاين الهيئه اللي غادي توضح هذا الشيء، كاين المحامي اللي غادي يوقف على هذا الشيء، حنا ما نقدروش نقولوا شي كلمه خايبه في القضاء ديالنا النزيه. انتم دابا شنو بغيتوا؟ انتم ما تسرطاتش ليكم، لان اصحاب القنوات المصداقيه واصحاب القنوات المنتقده ما خرجوش ضربه في القضاء، انتم كنتوا كتوقعوا ان القنوات المنتقده او القنوات اللي دافعوا على الملف ديال الايه انهم غادي يخرجوا ضربه في القضاء ويديروا الغلط اللي كديروا نتوما. لا، حنا ما غنضربوش في القضاء، حنا قلنا فعلا السيد كيستحق اكثر من 6 شهور، وكان انا براسي ما عجبنيش الحكم ديال 6 شهور، انا بغيت ليه اكثر، ولكن القضاء ديالنا هو اللي كيقول الكلمه ديال الاخيره، هو اللي كيحكم بالملفات اللي عنده. انا ما نطالعش على الملفات باش غادي نقول القضاء حكم بهذه ولا بهذه، ولكن 6 شهور انا ما عجبتنيش كمجموعه ديال المتتبعين اللي متبعني في القناه ديالي وكيعبروا على الراي ديالهم. سمعتيني الجمعاويه المرقاويه الزبلاويه اللي دايره لايف وكتقولي ضربوا الفلوس من عند ايه، ونتحداك، حنا كنعطيوك تحدي، كنربحوك تحدي. انا كنعطي تحدي من القناه ديالي انك تجيبي ولو محسنه وحده مصيفطه شي فرانك الايه لينا، ليا انا ولا طامو الفرشه ولا خديجه تي في مارو ولا يوميات احلام ولا حنان بانوراما ولا المهم مجموعه ديال القنوات اللي كيدير. انا نعطيك تحدي، صيفط جيبي روسي واحد وعندك الفوفير تحطيه، انا اللي كنشري روسي بسميتي حطيه عندك الفوفير. واحد وحده انا الناس شنو كاين، واحد السيده سميتها امال من امريكا، راه كتشوفها كطلع معنا في اللايفات عن خديجه تيفي ماروك، كان صيفطت 2000 درهم الاب ديال ايه، قالت لها تقدوا بين الاب ديال ايه، هادشي اللي كاين. وراه طلعت قالت مرارا وتكرارا ومرارا تكلم الهضره بقات فيكم نتوما، علاش ما بروفيتوش في داك الميلب ديال ايه؟ علاش كنتو باغي تبروفيتي فيها وتبيعو وتشريو فيها كما بغيتو وتنصبوا عليها وتتاجروا بها كما بغيتو؟ ما تسرطاتش ليكم نتوما لدرجه الاب ديال ايه خرجتو كضربوا فيه، الاب ديال ايه كضربي فيه انت لا، وكيتاجر بنته ولا كيبيع بنته حيت ما بغاش يطلق. قلتي انت قلتي حكا ما بغاش يدير معنا لقاء صحفي وما بغاش يدير معنا هادشي، من حقه السيد، السيد ما كيبانش ما بغاش يبان في السوشيال ميديا، من حقه ما يدير فيديو مع حتى شي واحد ويختار شكون يدافع عليه وشكون ما يدافعش عليه. ماشي غتفرضي عليه انت بالسيف ان يسلم لك بنته تاجري فيها كما بغيتي وتدخلي على ميمي كما بغيتي وفي الاخر ترمي عليه. لا لا لا، انت كون كنتي فعلا كتهمك المصلحه ديال البنت غتساهمي من جيبك، نعرفك انا جمعاويه وكتبغي الحق، غتساهمي من جيبك وتقولي لهم هذه البنت او هذه نشوف بها طبيب نفساني للبنت او هذه تقضي نتقدى بها للاب ديال ايه والوالدين ديال ايه، تقضي راك شفتي الحاله اللي كيعيشوا مساكن. لا ما درتيش هذا الشيء،
نعرفك انا باغي فعلا الجمعويين اللي كيديروا الخير بالانسانيه ماشي على قبل ميمي اللي كيفكروا بضميرهم وباغي الخير ديك البنت غيبقى فيهم الحال وغيبقى فيهم الشرف ديال ديك البنت ماشي تبغى تصيفطيها للاصلاحيه. البنت مدمره نفسانيا ومدمره من واحد الاغتصاب يلا خارجه منه ازمه نفسيه والبنت ديك الساعه كانت باقي الجرح كما كنقولوا الجرح جديد وانت كتزيدي تورطي على الاب ديالها لا البنت في الاصلاحيه كيستغل الاب ديالها كيستغلها علاش ما درتيش الشكايه بكريشه نعرفك انا كاينه فعلا علاش ما درتيش الشكايه بكريشه اللي كيستغل بناتو ابشع استغلال ومباشره كيستغل فيهم وكيتاجر فيهم كيما بغى وقاصرات حيت هذاك عنده قناه ما تقدريش عليه ما تقدريش تواجه هذاك انت لا انت خاصك غير الناس الدراوش تحلبي فيهم كما بغيتي وسرك واحد يحط لك الاوديوات ديالك باش يبين الحقيقه ديالك ويبين الخبث ديالك انت وبزاف ديال الناس شي بزاف ديال الناس عارفينك اشنو كتسوي عارفينك اشنو كتسوي الا مجموعه قنوات لا كلشي ملي كتهمك راه بزاف ديال الاطفال علاش ما كتدافعش عليهم مجموعه ديال الاطفال بانك عامل ملف ديال ايه ولا بان لك فيه الفلوس ميمي بان لك انك باغا تحلبي المحسنين هادشي اللي كاين محسنين اللي مرضوكم ما كاينش اللي داير فتنه قد المحسنين ولا نوض الناس كيف كيهضروا انا اللي كنعرف علاش ما دافعتيش على ايه نعرفك كاينه ولو ما تبناش ديك الميل ديال ايه مثلا نقول ما عطاكش الميل اللي تبناه علاش ما درتيش فيديوهات ونقول كلنا ايه وخوتنا ايه وشكون اللي وصل الملف ديال الملف القضاء ديال ايه من غير مجموعه القنوات المنتقده الشريفيه اللي خارجه اليوم وكطعني فيهم وكتعايري فيهم بلاص ما تخرجي وتشكري وتقولي تحيه للقنوات المنتقده اللي وصلوا الصوت حنا المهم وصلنا صوت ايه وهضرنا على ايه بحرقه كل ما حنا كنا عائلة بكريشة داروا فيها غزاوة باها مسكين ما كيعرف والو في القانون ما عارف والو باها غادري ويش ديال الله كان غيدير تنازل كما نادوا صحاب القنوات وضغطوا عليهم وقالوا لي خاصك تاخذ حق بنتك وخد حق بنته والحمد لله حنا شوف عندنا ثقة كبيرة ما نفقدوش الامال كاملين ما عجبتنا 6 شهور انا نقولها انا ما عجبتني 6 شهور ديالو هذاك السيد الا كان دغتي كما كتقولوا خبرة في الاغتصاب خاصو اكثر من 6 شهور بحال لان التغيير واقع لك يعطيو عليه سنة كيفاش واحد انسانة مغتصبة من سميتو من عام عنفة ومقاصرة وست شهور حنا كاملين ما فهمناش زائد اللي كيخلي الامور انها تزيد شكوك عندنا حنا ولا عند المتتبعين هي الاب يا سميتو الام ديال بكريشة والاخ ديالو كيخرجوا مرتاحين لا حنا قلنا غادي يخرج براءة لا حنا بشرنا المحامي لا حنا هادي لا انا غنحط 40 مليون فحنا بغينا نعرفوا كيفاش هاد الحكم ديال 6 شهور انا هاد السيد اتو حتى توضيحات نعرفوا شنو كاين في الملف علاش حيت راه بزاف ديال الناس جاو عدة شكوك واش هاد السيد عاطي الفلوس واش بزاف الحوايج حنا ما عرفناش خاصنا نعرفوا شنو كاين واش شنو كاين في الملف باش ما يبقاش واحد اللبس عند المتتبعين وعند الراي العام لان مجموعه ديال الراي العام تساؤلات كيقول لك كيفاش حنا بناتنا دابا لا تغتصبوا واش غادي يتحكم على واحد في 6 شهور الا اغتصب اغتصب شي واحد البنت غيتحكم عليه لا يعقل الا كان الاغتصاب في 6 شهور لا يعقل كاملين كنستنكروا هاد القضيه ديال ان الحكم يكون 6 ولكن عندنا ثقه كامله في القضاء ديالنا النزيه ما نقدروش نطعنوا في القضاء ديالنا غيبانوا بزاف الحقائق كاين استئناف كاين بزاف ديال المراحل ان شاء الله من القدام وكنتمناو الحق ديال ايه ما يضيعش وكلنا ايه وغندافعوا على ايه كما دافع على النهار الاول مازال غنبقاو نهضروا على ايه تاخذ اي الحق ديالها من الاخر غنبقاو نهضروا على ايه تنعرفوا شنو كاين كاملين وتحياتي لكم اخوتي من هذا الفيديو جيت نجاوب غير ديك المرقاويه اللي كتدعي على انها جمعيه وكتهمنا على كناخذوا الفلوس جمعويه وكتاخذ الفلوس قالت لك الفلوس مع شكون اللي كيضل يسعى في الكواليس وكيسعى في الخاص صيفطوا لي صيفطوا لي صيفطوا لي فلوس صيفطوا لي فلوس انا ما عنديش انا خصني الدواء انا هادي لاباي ديالي شكون اللي قال لاباي ديالي قلت انا راه كاين القنوات اللي غيحطوا لك هادشي ايوا المهم راه كلشي كيبقى مسجل الارشيف اخبار فراسك الجمعويه المرقاويه وتحياتي لكم اخوتي من هذا الفيديو